حلقة هذا الأسبوع من برنامج واد اليوم نتلقوا فيها بشباب من مدينة أكادير كيستلهموا إبداعاتهم من الشارع. الجرافيتي، السكيت، رقص البريك، الراب، كلها فنون بدات من الشارع وتمكنت تفرض نفسها كفنون قائمة بذاتها. سليم السلام عليكم. كيف بخير؟ لاباس عليكم؟ لاباس عليكم. صباح جمال. الحمد لله. جمال؟ جمال. الله يحفظك. كيف دايرين بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك في اكادير. الله يخليك بارك الله فيك. علاش عطيتوا الاسم الفرقه ديالكم راس الدرب؟ راس الدرب هي الزاويه من اش كنشوفوا المجتمع، هو لوكون فاش تربينا، وهذا ماشي حنا اللي اختارينا هذا لونو، سي الناس اللي اختاروا لنا. كنعمروا ديما راس الدرب، المواضيع ديالنا كناخذوهم من راس الدرب، يعني اي حاجه كطرا في الداخل ديال السيكتورات كنسمعوها في الصباح وكنوقعوا هي علاش كنكتبوا هي اللي كنعاودوا للبيبليك ديالنا. كيفاش داير المستوى ديال هذه الموجه اللي بغينا نسمعوا موجه في مدينه اكادير؟ بالنسبه للراب دابا الحمد لله في المغرب وصلوا الدراري لواحد النيفو اللي مزيان، اي هما ما كيبدعوش كياخذوا الهيبوب كما هو كيخدموا، حنا لا بالعكس، حنا خدمنا ايقاعات امازيغيه. المهم خلاصه هي الموسيقى الامازيغيه باش يديفلوبا لو دومين كما قلتي في اكادير. الوراب سي بيان الحمد لله لدابا، يعني من 2012 كانت صعيبه شويه القضيه وما كانش الجمهور كيتقبل هذاك بالنسبه للمدينه محافظه كاكادير، يعني صعيب انك تفرض هذا الستيل عليهم، طاغيه الموسيقى الامازيغيه بزاف هنايا. انتم دابا كتسجلوا يعني البوم ديالكم جديد ياك؟ غادي نمشي معكم للاستوديو دونجستخمو باش نشوفوا كيفاش. مرحبا بك. يلا ديال الاغنيه اسافر. اسافر هي الدوايات. علاش كتكلم هذه الاغنيه؟ الاغنيه هي في حد ذاتها هو بروميرمون هي تكريم لواحد الرئيس اللي قديم في هذه الاغنيه الامازيغيه اللي هو الحاج بالعيد، وخديناها كايدي وكهوماج ليه هو، يعني تكريم ديالو نذكرو لي جون ديال دابا بي وكذا. اسافر واخدها خدينا من اغنيه اطبيب اللي كان دار الحاج بالعيد في الستينات، الطبيب لانه كان كيقلب على الدواء كيقول فيها نضربي وطبيبي ما يكني سفر نورا غدي واجب صافي. حنا طلبنا للطبيب شويه ديال الدواء ما جاوبناش انه كان كيقلب على الدواء، وحنا مازال نكملوا ديك المسيره وباقي كنقلبوا على الدواء. الدواء عندنا شنو هو؟ مثلا نهضروا البطاله الدواء ديالها هو الشغل، الديمقراطيه الديكتاتوريه الدواء ديالها هي الديمقراطيه اكسيتيرا. سي بور سا اختارينا لو تيم ديال الالبوم كله اسافر، وخدمنا على لي تيم ديال الحاج بالعيد وما وقفناش عند الحاج بالعيد بوحدو. خدينا المهدي بن مبارك، خدينا سي محمد رويشه الله يرحمه، خدينا الرئيسة دابا عمران، يعني الناس اللي قدام عندنا هنا في البلاد واللي عطاو في الموسيقى الامازيغيه، وقلنا علاش ما نديروهاش بهذا لو ستيل هذا ديال اللغه، نجددوها ونديروا لها موسيقى دي باتمون دي هيب هوب كذا ونغنيوها بالباتمون ديال الراب. اختارينا الكلمات وخدينا غير الفكره، يعني ما خديناش كلشي الكلمات ديال الاغنيه سي ليدي، وخدمنا عليها الالبوم ديالنا اللي هو اسافر. واش جروب دو راب مدينه اكادير ممكن يعيش بالغنى؟ بالغنى حيت راه مشاكل اكادير ما نحددوهاش في اكادير سي وماروك اون جينيرال، يعني الفن صعيب في هاد البلاد، سي ما كانوش عندك دي مويان، سي ما كانش اللي يعاونك، سي بزاف ديال الحوايج كيخليوك انك يقدر ما تستمرش يقدر تحبس في اي لحظه. وحنا مالغري سا تقاتل الناس، هادي راس الدرب راه بدات من 2000 والكارير ديال 12 عام يعني، ومازال ما خرجناش البوم في السوق. خدامين لعبنا دي فيستيفال، لعبنا موازين، لعبنا تيميتار، لعبنا كازا، لعبنا بزاف ديال لي فيستيفال في المغرب. والمشكل الوحيد اللي عندنا هنا البروديكسيون، انك ما تقدرش الارتيست انه يسجل ويخلص لو ستوديو ميم طون ويبيبلي ويخرج الالبوم ويبرودوي ويوزعو، سي ديفيسيل بور الارتيست. سي بور سا كنقلبوا كنشوفوا الناس اللي غيعاونوا الناس اللي غيخدموا معنا، وما لقيناش في هاد الايام كاملين حتى 2012 هاد حاليا ان شاء الله نشوفوا هاد السفر هذا. اصلا حتى المدينه بحال قلتي داك الجغرافيه ديالها بعيده على كوسون جميع المجالات ديال المغرب في الراب في كل شيء، راه كنهضر على كل شيء منفيه لا بصراحه، لا في المسرح في السينما في الكوره في اي حاجه منفيه ما عرفت غير هذا الفن اللي حسني ديال اكادير. لا كنهضروا فينا هو شي ولد انجاز، ما عمر لاقي لا ما في راسي شي ولد الحسنيه يلعب في المنتخب. وكما كنقولوا يعني المسؤولين ديال المدينه يا ربي تسمح لهم ما مواكبينش معنا، ويعني كانت لهم مدينتنا احسن تمثيل في التولي فيستيفال وما كاينش لا دعم ما كاين والو، هادشي كنديروه لراسنا. اشنو اللي كيخليكم نتوما
متشبتين بالجروب ديالكم الناس ديالنا وبلغة. البيبليك ديالنا هو اللي كيخلينا ما نوقفوش، هو هو راس المال اللي عندنا، هو حب هذا الفن هذا اصلا، اصلا الحب ديالنا لهذا الفن هذا. داكور سي كدير شي حاجه كتبغيها وكتستمتع بها ولاقي فيها راحتك، سي لارجون اخر حاجه. شحال مره قلنا سي فيني صافي تفرقنا كاع وكنرجعو وكنمشيو وكنبدلو ساعه اخرى صافي. انت بحال قلتي شي واحد في بلي بلا دروك خاصو الاستمراريه كما قال لك حفيظ، صحه وديال الجمهور انك ملي كطلع سير سين كتشوف شحال ديال الناس كيبغيوك والناس كيدعموك معنويا ماشي ماديا. تبقى والدراري في لي كومونتير البيبليك يبقى تابعاك في الزنقه، سالي راس الدرب كنفتخروا بكم، شرفتوا الاغنيه الامازيغيه الراب. هادشي ما عندناش في اكادير، حيت حنا نهار بدينا هادشي في اكادير ودومير راه سي عيب. يعني مدينه محافظه بحال اكادير ماشي بحال كنت في كازا ولا كنت في الرباط ولا الناس شي حاجه انه كيلبسوا حوايج لارج يديروا طوان يديروا سي بور سا ايفيتينا حنا داكشي، وكنبانوا الناس سامبل باش الناس يحبوا داك لو ستيل ديال النوفي جينيراسيون اليوم. ما كتبانش غريب بيزار. نخليكم تكملوا التسجيل ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا شكرا شكرا ولاد اليوم، مرحبا بكم ومرحبا بالدوزيام عندنا وبارك الله فيكم. الله يخليك فراسك. شكرا فرصه قديمه. باي باي دوزيام. سلامه. استغلنا حضور قافلة جينيراسيون موازين بأكادير وتلاقينا بشباب كيهوا الموسيقى جا من مدن مختلفة. لو بيت حاضر بعدا كاين. علاش من المدينه؟ حنايا حنا اوريجينا من كانسا، مي تنبريزونطيو موازين في الداخله. الداخله كيدير لو راب والاندر جراوند والهيب هوب في الداخله مزيان. الهيب هوب في الداخله دابا عاد تيديفلوبا شويه، حقاش شحال هادي ما كانش داخله هذيك لا كوتشر ديال الهيب هوب ديال بصح اللي كنقولوا كيف ما كانش في مكناس ولا كازا ولا الرباط. مي بون الحمد لله دابا غنخدموا باش نهزوا المونفمون شنو ما وربيكم. شنو هما المواضيع اللي كتكلموا عليهم في الاغاني تاعكم؟ تتكون بطام مختلفه، بطام واقعيه 100%، واحد اللهجه صحراويه ما معروفاش الحسانيه بالضبط. ديجا تنبغيو نرسلوا واحد الميساج، بما اننا في موازين بغينا واحد اللغه ديال اللي سميتها الحسانيه اللي ما تعرفوهاش بزاف ديال الناس تولي حتى هي دايره بلاصتها، واللي واحد شويه ديال الاهتمام من البنات المغربي حيت كنا مغاربه الحمد لله. السلام عليكم. صباح الخير. صباح كديرين الحمد لله بخير. السلام عليكم. صباح صباح كديرين بخير. اش من مدينه نتوما؟ كلكم من تارودان؟ انا تارودان وجيران شجره صالح. اليوم هيتوا كلكم مشاركين ولا مشارك غير صالح؟ صالح هو اللي مشارك. صالح اللي مشارك الفان ديال صالح. نتوما اشنو صالح اشنو النوع ديال الموسيقى الالكترونيك؟ كدير الموسيقى الالكترونيه. واش دي جي؟ دي جي. وفي تارودانت كاين كيفين تخدم؟ كاين دي جي ولا شويه؟ كنتقيت لهم علي مويا اللي كاينين دابا وصافي شويه شويه. وانت واش يعني كتخدم غير راسك ولا كتخدم مع جروبات اخرين؟ لا كنقدر نخدم مع جروبات اخرين، جروبات ديال الراب بحال الام اشرف اللي كاينين نيت اليوم، كنقدر نخدم معاهم ميكسيو وميم لا برودكسيون كنخدم حتى هي معاهم. كتخدم معاهم؟ معاهم. وفي تارودانت كاين ما يكفي من لانفراستركتور، يعني فين انتم ممكن تغنيو وتلعبوا لي سبيكتاكل تاعكم؟ لا كاين واحد لو سونتر سوسيو كولتورال هو اللي كاين، هو اللي كنقدروا نديروا فيه انشطه مزيانين، يعني الراب البريك دانس الالكترو فيزيون فيزيون. ولكن ما كاينش واخا هكاك ما كاينش لا كونسيرفاتوار لا والو يعني. وبالنسبه للعقليه ديال الناس في تارودانت واش واش عندهم قابلين لهذا النوع ديال الموسيقى لو هيب هوب ولا؟ بيان سور، حيت الموجه اللي كيما كنقولوا الموجه قديمه عندنا، حنا جايه واخا ما كاينش البحر في تارودانت ولكن الموجه جايه قديمه. دابا كيبداو الناس يتادابطوا، علاش؟ حيت ولا داك الشيء يعني في واحد النطاق مزيان، ما كانش كيما قبل كل واحد فين كيتخبط وهذا وبغي ندير هذه. لا دابا كاين داك الشيء مزيان في اطار جمعيات اللي كنحيي من خلال هنا كنحيي جمعيه سوبرانو اللي عندها بزاف ديال الجروبات في جميع لي ستيل، و
ميم البيت بوكس حتى هو راه كاين. ونتمنى لك حظ سعيد. تلاقينا كذلك في شابات كونوا فرقه موسيقيه 100% نسائيه. انتم عندكم هذه اول اغنيه تاعكم ولا عندكم بزاف ديال الاغاني واحدين اخرين؟ On a plusieurs chansons en fait, on compose des chansons, donc on est à notre cinquième ou sixième composition. Et Génération Mawazine, on leur a présenté deux chansons. D'accord. Quelles sont les mawazines que vous avez aujourd'hui et que vous avez aujourd'hui dans les aghanis? Donc normalement, il y a le sujet, le thème des jeunes, c'est-à-dire l'amour, un petit peu de voilà, la terre, le rêve aussi. Et, mais aussi les problèmes de la société. Est-ce que vous avez des idoles ici au Maroc? Des chanteurs ou des chanteuses ou là au Maroc? Oui. Hindi Zahra, c'est un Agadir aussi. C'est Hindi Zahra. Je ne sais pas si je vous connais. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est, ça, il a fait vie parce que c'est une rebelle. C'est, on va dire qu'il a, il a essayé de changer un petit peu le Maroc avec, avec sa guitare. Et c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. On essaie de changer le monde. D'ailleurs, à notre façon. Dernière question. Je n'ai pas le but de vous. واش غير بون سي باساجي ولا بغيتو فريمون تديرو من الموسيقى حرفه؟ On se surpasse à chaque fois qu'on monte sur scène. C'est un track, il faut vaincre le track, il faut affronter le public, il faut chanter et oser. Et en fait, on avait envie d'écouter les critiques du jury parce que c'est des professionnels, parce que c'est ça qui nous fait développer finalement. كملنا الجولة ديالنا في المدينة ومشينا هاد المرة سكيت باخ كيعطي الفرصة لمجموعة ديال الشباب يعبروا على طاقاتهم. صافا 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 ترونكيل. انت واش في شي نادي ولا كتريني غير راسك؟ لا بوحدي. ما كاينش نادي تاع سكيت؟ نو ما كاينش. خاص بزاف الحوايج ماشي غير النادي. قول لي من هذا. خاص لي زاسوسياسيون يوليو تي ايوا واحد الشيء في لي سكيتور حيتاش لي سكيتور هنا خاصهم الماطوس. خصهم بزاف د الحوايج كاينين بزاف د المشاكل اللي خاص اصلا سكيت باخ شوف هذا كي ولا ما كاينينش كاع خاص بزاف د الحوايج لي سكيتور هنا ما عندهمش لي مويان اي مويان ما كاينينش دونك خاصهم يحبسوا السكيت ولا يا وكنت بروبليم بالنسبه انت يعني تدير لو سكيت في السيكتور ديال هذا في هذا الفيستيفال المرتبه الثانيه ياك واش باغي يعني تمشي بعيد في سكيت؟ ان شاء الله علاش لا؟ نمشي ان شاء الله وقت ما حبسوا لي مويان تاعي غادي نحبسوا صافي ماشي سكيت حيتاش اصلا راه دوز لا موتي دو ما في سكيت دونك سي امبوسيبل على نجي واحد لو جو غادي نحبس اصلا فاتح دابا باقي جو سكيت يلاه فاتح هادي شي دو موا دابا كنتمنى لك حظ سعيد ونخليك تسكيتي مع راساتك ميرسي ميرسي علي فن المخطوطات على الجدران المعروف بالجرافيتي اصبح فن قائم بذاته وتمكن يفرض نفسه رغم المشاكل والتعقيدات اللي كتواجه رواد هذا الفن انا رجعت كنت كنظن انكم تجيو معكم لي بومب غادي ترسموا في شي حيط ولا واش ما عندكمش لي مويان باش تشريو لي بومب غاليين ولا هو حقا غاليين ياك حتى لا بيتهم ما كاينينش يعني اللي يجيبهم لك ما كاينينش هذا هو المشكل دابا ديالنا حنا بينا نرسموا بينا نبينوا المعرض ديالنا وداك الشيء ولكن ما عندناش الماتيريال باش الامكانيات باش نشريوهم وما كاينينش حتى لا بيتهم ما كاينينش يعني حنا نقدروا نحاولوا نتعاونوا بيناتنا وداك الشيء باش نشريوهم ولكن ما كاينش ليش منك حتى الا بيتي واحد البومب بروفيسيونيل خص ضروري دومونديها في الاوروب يحسبوا عليك هما بديك 3 اورو بحال هكاك يعني حتى الا بيت تجيبها هنا حتى راه كتزاد لك فهمتي يعني الا بيت تصيفطها لهنا غادي تقام عليك بواحد الثمن اللي هو خيالي وفي الاخر ما غاديش يقدوك لانه الا شاد انت واحد لحيط باغي دير فيه واحد الطاق اللي هو بروفيسيونيل راه ضروري غادي خصك لي مارك بروفيسيونيل وغادي خصك خصك واحد لا كونتيتي كبيره الشباب واش في مدينه اكادير الناس بداو يفهموا بان الجرافيتي هو فن بحال الرسم بحال النحت بحال كاع الفنون الاخرى وما نقولش لك كلشي اللي تيفهم بحال هكاك لان كاين بعض الدراري اللي يطيحوا من القيمه تاع الجرافيتي
يعني فيما بان لي شي حيط تمشي تكتب شي حاجه يعني كلها تكتب شي حاجه تفيد بنان ولا شي يعني فيها سبان تيسبيها ولا ترسم لك شي حاجه خايبه يعني تكون بنان غادي مع والدي تيكون تيشوف بحال داكشي تما يعني صافي طاح ليه القيمه ديالو الجرافيتي يعني ما دايرينش واحد البلاصه خاصه وليدنا مسابقات فين نبدعوا نعطيو داكشي اللي عندنا هادشي اللي دابا نتوما فين كتبدعوا فين واش الناس الاخرين تيشوفوا اللوحات تاعكم نمشيو للوزينات اللي تيكونوا صافي مولي مخو ما كاينش مولي يعني ما كاينش صافي مشاو تيكون مهرس ولا شي بلاصه ندخلوا داك الداخل اذا تما كيف تنبداو كديروا واحد الجرافيتي وكديروا في واحد البلاصه ما بيناش العباد الله وكتسنى ان هاد الناس يفهموا واحد النهار الجرافيتي راه ما غاديش يفهموه يعني خص الجرافيتي يكون في واحد البلاصه اللي يوميا غيشوفوا داك الانسان ويوميا يعني كل خطره كيحاول ما امكن انه يفهم اش داك الشيء يعني هنا كديروا واحد لا كومينيكاسيون بين لي جون الجرافيتي اللي كدير اما انت الا دايروا في واحد لوزين مخبي ما كيشوفوا حتى واحد كتبقى تشوفوها انت وصحابك يعني وقت ما شي حاجه كتلقى اصحابك اللي كيشوفوه يعني ما يمكنش هنا اننا هاد الناس هادو يفهموا الجرافيتي يونس هو أستاذ في الفن التشكيلي كيعتمد في الرسم ديالو على تقنية جديدة كتجعل الفن قريب من الشباب خاطر سيري ولا مازال ساليتي انت دير لي غوتوش الاخرين لي غوتوش صافي درتو ساليت تشخليت الوقت ديالي شكون هذا ولا ممكن شويه بعيد توقف بعيد انا دري تبارك الله عليك فين هو ما كاينش عندك شي تصويره ديالي ولا بقى ولا عندك شي تقنيه خاصه كاين شي تقنيه خاصه بالنسبه لهاد الطريقه ديال الرسم البورتري بالنسبه لهاد العمل هذا كنشتغل بواحد الطريقه ديال البيرفورمانس ارتستيك كتسمى سبيد بينتينغ الرسم السريع هنا في هاد الطريقه هادي كتخدم على دو شوز اللي هما لا كولور ديال لومبغ و لا لوميغ دونك انا هنا مرسمتش محمد سالم رسمت لومبغ و لا لوميغ اللي كاينه في الفوليم ديال لا تيت ديال لو فيزاج تبارك الله السرعه يعني ما تعطلتيش بزاف اون 5 مينوت كنخدمها بهاد الطريقه هادي افيك ميوزيك كدير ليها نورمالمون اوماج ولا سيليبراسيون انيفيرسير احتفالات ثقافيه مثلا مهرجانات وبالنسبه ل يعني الشاب يلا بدا يعني فنان بغى يعرض اللوحه تاعو واش كاين ما يكفي من الاروقه والانشطه في ممكن ان الناس الاخرين يشوفوا اللوحه ديالو كاينه بالنسبه لهذا المجال هذا كاينه واحد النخبه ديال الاساتذه ديال الفن التشكيلي هنا في اكادير مجموعين كيشتغلوا في واحد اللوكال هنا كيقدموا مساعدات كيديروا ورشات مع اللي هو انتريسي بغا واخا تلميذ وما كيقراش بغا يدير المجال ديال البلاستيك كيشتغلوا معاه ويعني كاين فرص وكينظموا معارض كينظموا مهرجانات وانشطه خاصه بالفن التشكيلي الان عندي موعد مع حسام اللي هو عضو في مجموعه الرقص دانس فيفر اللي تمكنت تدمج بين زوج ديال الانواع ديال الرقص البريك دانس مع شباب تعلموا الرقص في الشارع والرقص الاكاديمي مع شباب تعلموا الرقص في معهد بطريقه اكاديميه الانطلاقه ديالهم كتكون ديما من الشارع لان كيلقاوش داك اليد اللي تعاونهم باش يديو مثلا الاصال باش يبريباريو لي سبيكتاكل ديالهم كاين لوتر بونسيف لا فيل داكليير كيما معروف ديرنيامون في المغرب ما بقاوش دي سال تياترال ما بقاوش دي سينما ما بقاوش سميتو يعني بو بريزونتي ان شو ما كنلقاوش فريمون زعما شي بلاصه اللي تكون مزيان ايديال بوغ افوار ان افيكتيف كبير ديال البوبليك باش بريزونتي فيه ان سبيكتاكل كون بروفيسيونيل دونك سي سا لو مونك اللي كاين في المدينه ديال اكادير الدراري وحتى بالنسبه للبنات واش الناس كيتقبلوا انكم يعني كديروا هذا الفن اللي هو الرقص كاين اللي كيتقبل هذا الفن هذا وكاين ما كيتقبلوش على حسب الاباء كاين الاباء اللي ما كيبغوش مثلا البنات ديالهم يبقاو ال 12 الفوق ولا ال 10 الفوق ولا حسب لي صال ما كاينينش الا ما كانوش لي صال يعني ضروري نترينيو في ستريت وكاين اللي ما حتى واحد ما مسوق لينا في هذه البلديه بعدا ديال اكادير ما مسوقاش للشباب كانوا كيديروا دي سباس دي جون في اني بري صحت اني بري ساعه قطعوا لنا داكشي صافي فشلنا ما بقينا كندير والو قلنا يلا الصال تريني يطلع بشي سبيكتاك شي حاجه لوح في فيسبوك كما قال الاخ حسام صافي هو كذا
الامي ديالك بيان سور اي تو سوبورت كيعاونو كيشجعوك دير داك الشطح ما كيشوفو منك حتى شي نظره خايبه ولكن الناس ليكستيريور ديما باقا ديك ليماج ولا ديك النظره على البنت بنت الزنقه البنت اللي غادي تخرج مع الدراري ولا غادي البريك بعدا البريك بنت كدير البريك يقول لك مرجله هذه هي اول حاجه بنت اخرى غير كتشطح في هذا الزنقه كتشوف الدراري هذيك خرج الدار بنت الزنقه ماشي شي وحده بنت العائله وهذا دونك باقي حنا عندنا ديك ليماج ديال البنت الشقا الدار دي باز كلاسيك جاز سالسا كما تشوف سميتو وعاوننا في السيل ديالنا الهيب هوب الحمد لله دابا ملي كدير شو ما كديروش سبيسيال هيب هوب ولا سميتو كدير ان كونتمبوران ميلونجي ستيل هما باش يوليو اوموجين معانا خاصهم يتعلموا شي الهيب هوب دونك كل شيء كيعطي وشي كيشد وشي كيشد وشي كيعطي اللي كانوا كيشطحوا في الزنقه بيناتهم في الهيب هوب يزون انتيغري ولا ايكسل في السالسا ايكسل في الجاز حتى في الكاركتر يشونج حتى في الكاركتر ديالهم تبدلوا لي كاركتر اشنو تبدل في الكاركتر ديال الفكره ولا ولا بليز اسيد في بلو بونكتويل نتمنى لكم ان شاء الله المستقبل يكون احسن ونشوفكم في ان غران سبيكتاكل ان شاء الله نديروا شي تورني تاع المغرب كله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو شكرا لله اختار لنا نهيو حلقة اليوم بلقاء مع عازف الكمان فلان عضو فرقة رباب فيزول المستقرة بمدينة أكادير وليعتبر مثال يحتذى به بالنسبة لشباب المدينة تقريبا هذه الأيام هذه مع الشباب هنا في مدينة أكادير والملاحظة اللي لاحظته هو أنهم كلهم تيقولوا ما عندناش فين نعبروا على الطاقات ديالنا واش هذا الشيء أنت تعنشتيه دابا حاليا المشكل اللي كان فيه هذا المشكل باقي مطروح علاش ما فعلا الاهتمام ديال هاد لا ريجون هادي يعني ما سمعتوش واحد الاهتمام بزاف للثقافه بحكم ان المنطقه يعني منطقه سياحيه ومنطقه يعني اللي خصها يعني اللي يكون واحد التركيز بزاف من ناحيه الشيء ديال لا كولتور هاد المشاكل باقي كنعيشوهم حاليا كما كتشوفوا هاد المجموعه ديال الفرق الموسيقيه اللي كاين دابا هنا في اكادير يعني ما عندهمش يعني ما كاينش الاماكن فين يريبيتيو وما كاينش الاماكن فين يبرزوا المواهب ديالهم الانسان اللي عنده واحد الطموح واللي عنده واحد يعني واحد يعني عنده واحد الحب ديال الحاجه خصو يديرها والانسان اللي كيوصل يعني في ظل هذه الاكراهات هذوك يعني كيكون عنده نجاح كامل اما يجي يدير وقيتها كامله واش دار يعني النجاح ما كيكونش يعني 100% مي يعني القضيه اللي غادي نقول انا هي القضيه الانسان اللي كيحب شي حاجه خصو يعني يكون خصو يكون في ديال ديك الميتي ديالو ولا ديك الهوايه ديالو خصو يتبعها وراه كاع الناس اللي وصلوا ولا الناس ما وصلوش غير وصلوا الناس راه كاين واحد التعب وكاين واحد الشقاء وكاين واحد العمل اللي هو كبير ومجهود كبير اقترح لنا نمشيو معكم نمشيو للاستوديو فين كتسجلوا ايوه مرحبا بك عندكم شي جديد يعني كاين عندنا جديد ان شاء الله ونمشيو ان شاء الله اي على مول هذا الجديد ديالكم ياك سميت الفيشتا الفيشتا علاش الفيشتا الفيشتا هي الفرح هي الجوا هي شحال هذه كان يعني كان كيكون شي موسم ولا يعني كيكون شي فرح كنقولوا كاين الناس كيقولوا يلاه نمشيو للفيشتا وهذا وحنا علاش درنا الفيشتا هذه يعني كنعطيو ان شاء الله كنتمنى واحد المستقبل يعني اللي يعني اللي يكون يعني مليء بالافراح ويحيد علينا هاد الاحزان اللي كانوا عندنا اللي دزنا فيهم و يعني والمتمنيات ديالنا ان شاء الله يتحققوا ان شاء الله بهذه المنطقه هذه ان شاء الله بالافراح وبالاهتمام شويه بالثقافه والاهتمام بليزارتيست والاهتمام يعني الفنان يعني الشاب ان شاء الله كنتي تقام عليكم تقريبا 6 ولا 7 مليون ياك واش هذه كلها من فلوسكم الخاصه فوالا يعني كنمشيو مثلا فيستيفال كنخدموا في الفيستيفال كنحيدوا على بورسونتاج ديال هادشي سي داكشي علاش درنا علاش وفرنا حنا كنجمعوا من 2009
2012 باش نجمع باش نديروا الالبوم الالبوم وي الحمد لله. بالنسبه للمواضيع اللي كتكلموا عليها في المواضيع كاين مواضيع انسانيه مواضيع اجتماعيه يعني الاحداث اللي كنعيش الاحداث المغربيه اللي كنعيشوها حاليا يعني كنهضروا على الوالدين كنهضروا على الحب الانسان للانسان حب الانسان للطبيعه يعني بزاف المواضيع اللي يعني اللي عجبت الناس يعني هذه واحد السيمانه باش خرج الالبوم والناس عجبوها شي بزاف وتعاملنا مع شعراء يعني كبار اللي تم تعاون معنا في الكلمات بحال محمد الخطابي العربي رسموك المناني الدريسي الحسين الفاطمي يعني بزاف الناس اللي تعاونوا معنا وهذه مناسبه باش نقدمها لاصدقاء ديالي يعني لي ميوزيسيان احمد ورصاص جمال بومدكار جحام يوسف خالد البركاوي فلان بوحسين رضوان ماريس جمال مسعودي يعني واحد العديد من الناس اللي تعاونوا في هذا العمل هذا كما كتشوفوا تقريبا راه كاينه شي 20 واحد يعني واحد العمل اللي هو ماشي ديال المجموعه ديال لا ريجيون ديال لي جون كلشي ديال اكادير كيجيو لهنا يعني كتبادلوا الافكار هادي خصك دير لها كذا هادي ما خصكش دير لها كذا هادشي كيدل على ان يعني كلشي يعني بغى واحد النجاح ديال لا كولتور ديال الثقافه المغربيه ولا كولتور الامازيغ باش تطلع لفوق ان شاء الله. اللي يمكنني نقول لك بانك انت مثال ديال المثال بزاف ديال الشباب في مدينه اكادير. كنت انتم تنشكركم على هذه الاستضافه ديالكم. يعني انا متاكد بان المشوار ما كانش سهل. نخليك نتلاقاو ان شاء الله في فرصه. شكرا ومرحبا بكم في اكادير.